كشف الباحث والجراح الجزائري الطيب بوشريط عن آخر تطويراته العلمية بخصوص نظام التشخيص وكشف الأمراض عن طريق صور للعين، وذلك صباحة اليوم بالعاصمة من خلال ندوة صحفية شارك فيها مهتمون وباحثون في الميدان، حيث تم عرض جهاز خاص يعمل عن طريق التقاط صورة واحدة للمريض وإعطاء نتائج طبية حول الأمراض الموجودة أو المحتملة في دقائق. جمال الدين بوشا. سيتان شيك بيعطيك الدياغنوستيك نتاع كاع الامراض اللي كاينين، وما كانش ريونمون اكس ولا ديشون الكترومانيتيك اللي يضروا الانسان. الحيه اللي مليحه يعطيك ان دياغنوستيك تشخيص في اون كيلكو مينوت اون كيلكو مينوت، والمريض ما يجيش لو كان الطبيب يكون عنده جهاز كيما هذا اللي راكم تشوفوا فيه الجهاز، ينجم يديه واحد ما ينجمش يدي سكانر منا الوحدين يسكنوا في اضرار ولا في تيمون ولا بس جهاز كيما هكا يديه الطبيب ينجم يديره في السياره تاعه ويخدم به. مي في الاختراع نتاعو كي جا طرح عليا الفكره، يعني في مده ثلاث ايام كان يعني كل الجواب نتاعي ما رفضتوش، يعني كابليكيت معاه الجهاز هذا اللي يعني كبروتوتيب هذا اللي خدمناه، تكلفنا بدون امكانيات، صافي دير امكانيات ما عنديش اللي نقدر باش نخدم كونتيتي ولا نجم، سهرت معاه وباللي موين اللي عندي قدرت نشخص هذا الجهاز ودرنا اليسي نتاعو ونجح ما شاء الله. عجبتني الفكره ويعني كملت معاه في الفكرة. في ظل